استعراض الحالة اقتصاديا وخصوصا الاقتصاد المشلول في العالم كله يستدعي بعد غياب أسبوع كامل أن يكون هنالك لقاء لو عبر الهاتف مع حبيبنا وأخونا مهند عريقات من شركة CFI. أخي مهند يسعد صباحك، تحياتنا ومرحبا بك. يسعد صباحك أستاذ أبو أحمد، حياك الله. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني شو بده يحكي الواحد عن البورصات والأسهم والحركة الاقتصادية عالميا إقليميا ومحليا في ظل هذه الظروف؟ ما الذي بين أيدينا من معلومات نستطيع أن نستفيد منها بهذا الظرف؟ تفضل. هو بالتأكيد أستاذ أحمد، يعني زي ما الكل عم بتابع والكل عم بشوف في يعني الاقتصاد حاليا على مستوى العالم عم بيشهد مخاوف عديدة جدا، وهذا الشيء عم بينعكس على مستوى الأسعار والتقلبات السعرية اللي عم نشوفها بشكل يومي وبشكل أسبوعي. طبعا الأسواق في معظمها، الأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعات جيدة بعد التراجعات الحادة اللي شهدناها مع بداية أزمة كورونا. عم بيصير في عنا التماسك بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 2 تريليون دولار، وبعد مبادرة الاحتياط الفيدرالي بشراء كميات يعني كبيرة جدا من السندات والأوراق المالية. فهذا الشيء يعني أوجد نوع من التوازن في أسواق الأسهم العالمية، وعم نشوف في تماسك نوعا ما خلال هاي الفترة، وخاصة أنه بعد ما استطاع السوق أنه يمتص صدمة وتأثير فيروس كورونا على حالة الأسواق. نعم. بنفس الوقت عم نشوف من أبرز الأحداث اللي حصلت الفترة الماضية اللي هو التراجع الحاد للدولار، مؤشر الدولار الأمريكي تراجع مقابل سلة كبيرة من العملات الرئيسية، وتراجع لي أقل مستوى له من يعني سجل أكبر تراجع أسبوعي منذ العام 1986 بعد ما شفنا أنه طلبات الإعانة للبطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى رقم قياسي غير مسبوق، وصل إلى حوالي 3.3 مليون طلب. طبعا احنا كمان بنفس الوقت عم نترقب هذا الاسبوع بيانات الوظائف في الولايات المتحده، حيث بتشير توقعات انه الاقتصاد الامريكي رح يفقد خلال هذا الشهر، خلال شهر اذار الحالي، بما يعادل 81 الف وظيفه، مع توقعات انه يرتفع معدل البطاله من 3.5% الى 3.8%. بشكل عام عم نشوف في مخاوف، عم نشوف في تقارير وبيانات ومعدلات نمو تشير إلى أنه الاقتصاد العالمي مرشح أنه يدخل في مرحلة ركود ومرحلة تباطؤ جدا يعني واضحة جدا، وهذا الشيء اللي يعني عم بفرضه واقع فيروس كورونا على حالة الاقتصاد العامة. يعني ركود عام في العالم كله. نعم. أمريكا لوحدها 81 ألف وظيفة الطلب عليه. التوقعات في الولايات المتحدة بخسران 81 ألف وظيفة. أنه يفقد الاقتصاد الأمريكي ما يعادل 81 ألف وظيفة خلال المرض. هذه التوقعات ممكن تجي الأرقام الحقيقية أكبر من هيك. طيب ماذا بعد؟ ماذا يمكن أن نتوقع؟ البترول بأدنى مستوياته من قديش ما وصل هذا السعر؟ طبعا البترول عم نشوف عفوا خام برنت تراجع بشهر أذار أستاذ أحمد بنسبة كبيرة جدا، يعني تعتبر مفاجأة. تخيل أنه خام برنت تراجع خلال شهر أذار بحدود 50%، وهو عم بداول عند أقل مستوياته منذ العام 2003 تقريبا. عم نشوف نسبة التراجع تفوقت على التراجع اللي شفناها أثناء الأزمة العالمية، فهذا الشيء عم بيزيد من الضغوطات، وخاصة أن توقعات مدير الطاقة للنفط يعني تشير توقعات أنه نحكو في مزيد من انخفاض على الطلب على النفط بما يعادل 20 مليون برميل. فبالتالي الاقتصاد العالمي في حالة فوضى، سواء على مستوى النفط على مستوى البيانات الاقتصادية، عم نشوف في حالة فوضى في حالة يعني تباطؤ. سؤال يخطر في البال صديقي مهند، يعني احنا اذا بتحكي انت الرقم وهذا ملفت للنظر لما بتقول 81 الف وظيفة ستفقد في سوق الولايات المتحدة الامريكية، خلينا ناخذ الامر محليا، احنا وضعنا وخصوصا في قطاع خاص دون تدفق مالي دون ايرادات، الناس قاعدة بتسحب التزاماتها بتوقف عقودها، يعني اللي ابو زيد خاله قاعد بيعمل لها بوزنج او تجميد مش الغاء. شو ممكن نساوي احنا دون
ما يكون عندنا تدفق مالي. في نشرة طلعت يعني تصنف القطاع الخاص، سواء احنا بنحكي خدمات، سياحة، علاج، الى كاتيجوريز، بقول لك والله بعض القطاعات لن تصمد اكثر من 13 يوم دون تدفق مالي. البعض ابو زيد خاله اللي بقعد شهرين، هذا اللي بيكون في عنده احتياطي بموجوداته. شو رايك بهذا الموضوع؟ طبعا استاذ احمد، الاقتصاد بشكل مفرد يعني لو اخذناه كل بلد لوحده بيعتمد بالصراحة بالدرجة الأولى قديش هذا البلد ممكن يستفيد من موضوع أزمة كورونا ويحول هذا الموضوع إلى فرصة. كيف؟ يعني وهذا الشعار اللي احنا تبنيناه في شركة كيفاي، إنه نحول موضوع كورونا، أزمة كورونا إلى فرصة. وللعلم ما في شيء أبو أحمد في العالم يعتبر كله إيجابي أو يعتبر كله سلبي، أي موضوع في العالم له إيجابياته وله سلبياته. ما بننكر انه كورونا كحاله يعتبر هو يعني من اكثر الامور سلبيه ومخيفه على الاقتصاد، سواء الاقتصاد المحلي الاردني او العالمي بالتاكيد، ولكن يعني بفضل يعني بعد رب العالمين والمسؤولين في البلد هون احنا عم نمشي بطريق يعني يعتبر مثال يحتذى به على مستوى العالم، وهي احدى اهم الفوائد اللي احنا كسبناها من موضوع كورونا. قديش سمعه الاردن عالميا انتشرت واخذت يعني الصيت الرائع جدا، وقديش مسؤولين نتعاملوا مع هذا الموضوع بكل احترافيه وبكل مهنيه. فبالتالي بالتاكيد في مشاكل رح نواجهها اقتصاديا، ولكن قديش احنا بنقدر نخرج من هذا الموضوع في اقرب فرصه ممكنه وبطريقه مثاليه. لا، كل شيء ممكن يتعدل، ممكن نرجع للمسار اللي احنا كنا ماشيين فيه، وبالتأكيد كيف احنا بنقدر نتجاوز هذا الموضوع وبالطريقة اللي ممكن نخرج منها بالتأكيد رح ينعكس بشكل إيجابي يعني اقتصاديا خلال الفترة القادمة. طيب اذا حضرتك بتقول الدولار انخفاضات غير مسبوقة بالنسبة لسعره، نسبة التغيير فيه، ونتحدث عن معادن. ما الذي تغير على المعادن في ظل انه احنا النفط انخفض الى هذا السعر اللي بتقول لم يحدث منذ أزمة النفط الاولى؟ طبعا تراجع الدولار استاذ احمد نتيجة البيانات الضعيفة المتعلقة بالبطالة والمتوقع خلال هذا الاسبوع للوظائف الامريكية، تراجع الدولار يعني انعكس بشكل ايجابي على الذهب اللي ارتفع الاسبوع الماضي بما يعادل تقريبا 8.5%، لتداول سعر الأونصة بحدود 1620 أو 23 دولار للأونصة. فبالتالي المعادن استفادت من هذا التراجع للدولار وحققت ارتفاعات جيدة. عم نشوف حتى الفضة ارتفع بنسبة حوالي 14.4% ليستقر عند المستويات اللي هي 14 دولار تقريبا. فبالتالي المعادن استفادت من برامج التحفيز الأمريكية واستفادت من تراجع الدولار لتحقق ارتفاعات جيدة جدا خلال الأسبوع الماضي. الله يهدي البال إن شاء الله يا أخويا مهند. بدي أشكرك على هذا التقرير الموجز. في تبقى لديك أو بجوابتك شيء بتحب تضيفه؟ لا بالعكس، يعني أنه لازم أنه إحنا كأردنيين نستفيد من موضوع أزمة كورونا، والحمد لله هذا الشيء عم بنعكس يعني ملحوظ بشكل واضح جدا كيف نحن الأردن سمعتنا اكتسبنا سمعة جدا رائعة. السمعة والثقة الدولية يعني نريد أن تترجم سيدي بأشياء ملموسة تجاه هذا البلد اللي بمقومات أقل ما يكون تعامل مع هذه الجائحة بهذا الشكل العالي من المهنية والحرفية خلينا نقول التزام مثل ما تفضلت. ولكن كان في اجتماع لل G20 مش هيك؟ المجموعة العشرين كان في الأسبوع الماضي. نعم. يعني وأعلنوا عن برامج تحفيزية بما يعادل حوالي 5 تريليون دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي. على الاقتصاد العالمي. نعم صحيح. طيب. حبيبنا أشكرك جزيل الشكر سيد مهند عريقات كبير المحلل الماليين بشركة CFI، ونلقاك الأسبوع المقبل إن شاء الله. وإذا كان في شيء طارئ خلال هذا الأسبوع من اليوم لغاية الاثنين المقبل إحنا منتشرف أن نستضيفك سواء بحلقاتنا الصباحية كالمعتاد أو حتى بحلقاتنا المسائية.
كل الاحترام لك يا سيدي، شكرا لك. شكرا. يا أهلا وسهلا.